هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا. لكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أفروديتوس أخي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم، لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فإنه مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه. وليس أي تموت أفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوا في الرب كل فرح، وليكن مثلي مكرما عندكم، من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسي كي يجبر نقصان خدمتكم لي. الجزء ده هو كان معاه تيموثاوس مسجون وطلع من السجن الأول، فقال له هبعته لكم عشان يطمنكم. وكان فيما ربنا شفاه رجعه تاني لفيليبي عشان يطمنوا عليه. لو حد لقط كده في كام وصية أو كام حكمة كده بيقولها بولس، فاش دمدمة جدل تذمر، يعني نمشي بلاش نعمل مشاكل، خليك ايزي جوين كده. يعني ايه كمان؟ طبعا فكرة الطاعة المستمرة، طاعة الانجيل وطاعة الاباء الروحيين تضمن في الآية 15 دي ماشية مع موضوعنا جدا، تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله. والناس المعوجة الملخبطة دي ما تقدرش في الإنجيل وعايشة صح، عشان ما حدش يقول مستحيل إن الواحد يعيش صح. حاجة تاني، تدريب أخرى، تعبير جميل، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يعني إيه؟ خدوها جد بكلمة الحياة. برضو ده تعبير مهم، إن الواحد يبقى ماسك في الإنجيل. قال من شوية فقط عيشوا كما يحق الإنجيل. هنا بيقول متمسكين بكلمة الحياة، سمى الإنجيل كلمة الحياة، فتبقى ماسك فيه جامد، لأن هو ده والجايد يو. حد يقول توصيات أخرى بيقولها القديس بولس الثاني، ربنا شغال فيك، الله العامل فيكم، يعني ربنا بيزقك من جواك عشان تمشي صح، فما تيأس، هو اللي بيشجعك عشان تكمل المشوار توصل للسماء. إذن الرسالة مشجعة وفيها كلام كتير عملي كمان. طيب، عشان أنا عاوز أعمل اجتماع صلاة قبل الساعة 6 لازم نخلص عشان الأكل له احترامه طبعا، فأقول موضوع وبعدين. ناس كتيرة كلمتني عن الغضب بالذات الأمهات، صعب علي العيال قوي، فهكلمكم بقى في موضوع بطيء الغضب. حلوني يا أباء باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أظن كلنا بدون استثناء بنتحارب بالغضب. في ناس عندها الكنترول سهل، يعني تتضايق تغضب لكن تكتم وتفرمل وما يبانش عليه، وفي ناس لغاية ما يبان على وشها لكن ما تزودش عن كده، وفي ناس بيطلع على لسانها، وفي ناس ايديها ورجليها، يعني في كل حاجة. انما الطبيعي ان الواحد ممكن يتضايق من حاجة غلط وده اسمه غضب، لكن مش مفروض ينفجر، مش مفروض يغلط. تعالوا نعيش فكرة تعبير الكتاب. الكتاب مش بيقول لا غضب، بيقول بطيء الغضب. ليه؟ لأنه من حقك تغضب الطبيعي مع الغلط، بدليل أن قيل عن ربنا أنه بيغضب بس مش بيغلط، لأن لما ربنا يشوف حاجة غلط لازم يتضايق وإلا يبقى موافق على الغلط. فكلمة غضب الله موجودة في الإنجيل كتير قوي. ده مش معناه أنه عصبي، حاشا، معناه أن ربنا رافض الغلط. فأنت لما بترفض حاجة غلط بتتضايق، لأن في حد بيسرق أو في حد بيأذي ناس غلابة، شعور لحد ذاته صح، رفض الخطأ صح، لأنك أنت اتخلقت على صورة ربنا وربنا يحب الصح. لكن إزاي تعمل فرامل؟ إزاي تبقى بطيء عشان تعمل فلتريشن هيطلع الغضب شكله إيه؟ يقول بطيء الغضب كثير الفهم، يعني اللي بيفهم ما يغضبش بسرعة. كلام لينا كلنا، اللي بيفهم يطفي الموبايل كمان. وقصير الروح معلل الحمق،
مرة تاني يقول البطيء الغضب خير من الجبار، مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يبقى اللي بيعمل فرامل ده، بيعمل كنترول، ده إنسان جبار، ده شاطر جدا. يبقى كلنا بدون استثناء في حاجات هتستفزنا، هتضايقنا، في كلام بيغيظ، في ناس متعبة في التعامل، في مشاكل بتطلع unexpected. ريح، هدي، ما تغضبش، أو لو غضبت ما تنفجرش. هنشوف نعملها إزاي. إذن القاعدة الأولى، مسموح بالغضب. الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا. Be angry and do not sin. طبعا be angry معناها لو لقيت حاجة غلط ما توافقش الغلط. Be angry. لو غلط في حياتك be angry. يعني ده أول تفسير ليها. لو أنت مثلا بقالك يومين ما صليتش، you have to be angry with yourself. لازم تتضايق من نفسك. ليه؟ لأنه خطر عليك، لازم ترجع تصلي. يبقى هنا أنت ممكن تغضب على نفسك. لو لقيت ابنك ابتدى يشرب مخدرات، you have to be angry. لأن ده غلط، ده خطر. لكن do not sin. ما تشتمش، ما تزعقش، ما تتخانقش. أنت عاوز تعالجه، عاوز تساعده. بدليل بنقول على ربنا لا توبخني بغضبك. يبقى احنا مش بنبعد عن ربنا فكرة ان الغضب يتقال على ربنا. الرب اله غيور، منتقم، ذو سخط. الرب منتقم ومبغضي وحافظ غضبه على اعدائه. الرب بطيء الغضب. اذا صفة بطء الغضب هي تشبه بالله. كون يتقال علينا خليك بطيء الغضب، كأنه الانجيل بيقول لنا خليك شبه ربنا. كلنا عارفين ان ربنا بيتضايق من حاجات كتيرة بنعملها، بس تلاحظوا ربنا بطيء الغضب معانا. انت بتغلط نفس الغلطة 100 مرة وربنا ساكت، وبساعات يشد ودنك كده ايه عشان يصحيك. لكن طبعا كلنا بخبرتنا عارفين ان ربنا معانا بطيء الغضب، مش كده؟ لان احنا بنستفز ربنا او بنغلط كتير قوي، لكن ما بنلاقيش ربنا كل غلطة يضرب، لا خالص. إذن بطبيعة ربنا له المجد بطيء الغضب، لكنه لا يبرئ البتة. يعني مش معنى كده أنه إيه يفوت الغلط على طول، لا لا، هو بيحبش الغلط. إذن رفض الشر عموما غضب مقدس. ربنا مرة يتكلم مع موسى يقول له اتركني ليحمى غضبي عليهم. تعبير غريب أوي. ربنا زعل جدا بعد العجل الذهبي، لما اليهود عملوا العجل الذهبي بعد كل المعجزات اللي شافوها، وعدوا البحر وشافوا يعني الفراعنة بيغرقوا، أكلوا من السماء. بعد ده كله راحوا موسى غاب شوية، عملوا عجل ذهبي، فقال له يا موسى سيبني يحمى غضبي. يبقى واضح انه كنترولينج طبعا himself، بس عشان يورينا قد ايه موسى ده غالي عليه. فموسى قال له لا مش هسيبك تزعل، بليز. فقال له طب حاضر عشان خاطرك. فهنا كان كرامة لموسى. بس ربنا يسوع لما كلمنا في الموعظة على الجبل قال لنا كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. المسيح حط كلمة مهمة، whoever is angry with his brother without a cause. يبقى هنا في غضب من أوله خطية. ليه؟ لما تتغاظ من حد ما غلطش، يبقى أنت هنا عندك مشكلة. زي الأمهات اللي بتزعق في العيال، الحياة مش العيال المشكلة، لا، هنا دي خطية. لأنه ما لازم يلعبوا، ومش ضروري يعني يعملوا كل الصح على طول. يبقى هنا ده غضب باطل لأنه مش مفيد. الغضب الثاني مفيد لأنه غضب للإصلاح. لما بتضايق من نفسي بصلح، لما بتضايق من ولادي بساعدهم يتصلح، بتضايق في الشغل من لخبطة بساعد الشغل يتصلح. إذن في غضب إيجابي، لكن هنا ده باطلا، ده سلبي، يكون مستوجب الحكم. من قال، بصوا خدتوا بالكم من كلمة قال بعد غضب، يعني إيه؟ لو ما بقتش على غضب بس لكن طلع كلام كمان درجة أعلى. يعني من قال لأخيه راقة، راقة دي يعني إيه؟ زي كلمة مهينة أو يعني فيها استهزاء كده، يكون مستوجب الحكم. لو شتم بقى
يكون مستوجب نار جهنم. مرة واحد بيقول لي أحمق تودي نار جهنم، طب ده اللي أنا بقوله ده أحمق دي تعتبر يعني ضحك يعني. قد كده المسيح بيتكلم في مستوى لازم نراجع نفسنا عليه. يعني اللي هيغضب ويشتم رايح نار جهنم، ده سيريس يا جماعة، لازم نراجع نفسنا. لأنه في الزمن ده الناس بتغلط من غير ما تحس إنها بتغلط، وبقى الكلام سهل والشتايم سهلة واللخبطة كتيرة. في المزمور يعني فهمتوا حكاية إن ربنا بيغضب، حتى إنه بيتقال جاء يوم غضبه العظيم، يوم الدينونة يوم غضب ربنا. أول قاعدة، استخدم غضبك ضد نفسك. الناس العاقلين قوي طاقة الغضب هي طاقة إصلاحية، طاقة بناءة، طاقة مفيدة. فحاول تستخدم غضبك ضد نفسك أولا. ازعل من نفسك لما تغلط عشان ما تغلطش تاني، لما تتدلع عشان ما تاخدها جد. عشان كده الإنجيل يقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. الشيطان بيعمل حركة خبيثة، بيخلينا نغضب على الناس عشان ما نغضبش على نفسنا، فمفيش حاجة بتتصلح. لكن لما بنغضب على نفسنا بنصلح نفسنا، لأننا مش هنقدر نكره نفسنا. نفس المبدأ علمونا الآباء، الغضب بيطلع منه مشاعر أحيانا مفيدة. يعني بطرس بعد ما أنكر كان غضبان من نفسه جدا، فبكى بكاء مرا. عمرك حسيت الإحساس ده أنك متغاظ من نفسك؟ إزاي عملت كده؟ متغاظ كويس، مفيدة دي. ليه؟ هتدخل تصلي هتقول له طب سامحني مش هعمل كده تاني، ساعدني ما غلطش تاني. إذن الغضب هنا كان مفيد، بس غضب من النفس. عشان كده يقول لنفحص طرقنا ونمتحنها لنرفع قلوبنا، نحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر. دي بتتقال يوم الجمعة الكبير. في غضب تاني، غضب من أجل خلاص الناس. لما بتخاف على شخص شايفه هيضيع وتغضب لغاية كده، دي فضيلة على فكرة. موسى غضب على هارون، هارون ده أخوه كبير على فكرة. هو موسى طلع الجبل نزل لقى عجل ذهبي وهارون اللي عمله، فقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون لا يحمى غضب سيدي. يبقى كان موسى غضبان. وبعدين قال عذر الحقيقة مش مقنع خالص. قال له هم قالوا لي موسى ده طلع ومش عارفين نعمل ايه، فقلت لهم اللي يريحكم، وما قالش كلام مفيد. لكن هنا موسى كان غضبان. هل في اللحظة دي موسى بيكره هارون؟ اطلاقا. موسى زعلان عليه، زعلان عليه، ازاي تعمل كده؟ انت ضيعت الشعب وضيعت نفسك. وطلع قاعد يصلي بحرقة لهارون وللشعب. وربنا في التثنية قال إن أنا كنت زعلت من هارون لولا شفاعة موسى. صلوات موسى يعني خلت ربنا ما يشدش على هارون زيادة، ودي طبعا الدالة أو الشفاعة اللي بنحكي فيها. لأنه قيل هارون عراه للهزء بين مقاومي، دي أخطاء هارون. التثنية يقول فزعت من الغضب والغيظ الذي سخط الرب عليكم. ده موسى بقى في آخر حياته بيحكي القصة. فسمع لي الرب تلك المرة وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون. دي اللي بنسميها الشفاعة، إن موسى صلى من أجل هارون عشان ربنا زعلان منه فعلا. يبقى هنا أحبائنا بوريكم صور للغضب المفيد، تغضب من نفسك أو تغضب على اللي بتحبهم عشان تنقذهم، مش بتفش غلك، فاهمين؟ ومن هنا لازم ليها أساليب هنشوفها تمشي إزاي. المواجهة بشدة غضب حلو، توضيح الشر، إنك تشرح للشخص قد إيه اللي عمله ده مؤذي، ده نوع من بطيء الغضب أو الغضب الحكيم. وبعدين لما بتصلي من أجله ده يؤكد إنه إن أنت بتحبه. مرة واحد بيقول لي أبونا، هقول لك حاجة غريبة، أنا بروح لدكتور بيهزقني كل مرة. قلت له طب بتروح له ليه؟ قال لي عشان بيهزقني. قلت له ايوه
انت بتحبه يعني؟ قال لي بحبه جدا، بس هو معاه حق، هو خايف عليا وانا مهمل جدا في علاج السكر وباكل براحتي، فكل مره اروح اتبهدل، بس انا بحبه لانه خايف عليا. فاهمين يعني؟ الدكتور الناس بتوع زمان دول اللي ايه، ففرقش معاه، يمسك العيان يهزقه، بس هو خايف عليه. فلانه مريض عاقل هو عارف ان الدكتور ده كويس، لو رحت للي بيقول لك انت كويس هتضيع. هنا تلاحظوا الغضب الايجابي او الغضب الحكيم هو اللي العلاقه تتحسن بعديه. يعني بتبقى زعلان من حد وممكن تشد معاه، لكن بتحبه وحريص على الموضوع، فتلاقي العلاقه. موسى وهارون كانوا اخوات قريبين لبعض جدا، وهارون ده بقى قديس في الاخر. إذن بطء الغضب حكمة، ده اللي عاوز أطلع بيه أحبائي، أن الواحد لما يتضايق من أي حد أو من أي موقف ما يعبرش، يدخله جواه كده ويحسبها كويس، أنا معايا حق في المضايقة ولا لا؟ طب أتكلم ولا ما أتكلمش؟ طب أنا بحب الشخص ولا أنا ما بقتش بحبه؟ لأن لو ما بحبوش كل اللي هيطلع غلط، لكن لو بحبه هشوف يطلع مني كلام شكله ايه. قديس يعقوب يقول: اذن يا اخوتي الاحباء، ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. يبقى واضح ان الكتاب عمال يعلمنا ايه؟ بطئ غضبك. الانجيل مش بيقول لك ما تغضبش خالص، مش هينفع، لان في غلط كتير حوالينا، فكأن الانجيل بيقول لك ما تحسش، لا لازم تحس. اي غلط حواليك او فيك لازم رياكشن، تتضايق، لكن بيقول لك سلو، خليك هادي شوية، ما تنفجرش عشان تعرف تعمل ايه صح. دايما ادرس اي موقف قبل ما تنفعل. احنا كشعب مصري شوية جماعة، كلمة تودينا وكلمة تجيبنا، وفي ناس سطرة تمسك ودانك تفور دمك، مش كده؟ تقعد مع واحد كده يخليك يعني هتموت الناس، ويطلع كل الكلام كلام. يبقى لما تجيلك، ما يجيلك ناس من اللي بيعملوا خير دول، أرجوك اعمل فلتر على ودانك وما تاخدش موقف. كان البابا شنودة يقول لنا حكمة جميلة قوي، يقول لما تكون متضايق وكتبت جواب ما تبعتوش، استنى لتاني يوم او تالت يوم هتقرا الجواب، غالبا هتقطعه. ودي مشكله بقى مع الموبايل دلوقتي، انك لما بتتضايق بتكتب مسج وبتبعت، بس قلبت نكت خلاص. لو شاطر اكتب بس ما تبعتش، ما تدوسش على الزرار، لان بعد ساعتين تبص في المسج تقول بلاش، لكن الرياكشن السريع غالبا بيطلع غلط. تحقق في الامر. وفي ناس يا جماعة لما تسمعها لازم تنزل الكلام خالص، تقسمه على 10 كده، يعني اللي هو يقول كلام كتير قوي انت تعمل فاكتور كده، بتاخد 1 من 10 بس، هو ده الصح، الباقي ده كله ايه يعني، ملح وفلفل يعني. كمان أجل الكلام أو القرار أو العقوبة، أجل. ساعات الواحد يكون مرهق فيبقى مشدود، لو نام وصحي بيختلف الرياكشن بتاعه. طبعا ما بيعرفوش الستات يعملوه، الرجالة بتعرف تنام لكن الستات ما بتعرفش، وهي مشدودة يقول له اقعد معاه دلوقتي لازم نخلص. طبعا هو عارف لو قعد هيخلص فيها، فيقول لها طب نأجل، تقول له لا أجلش. هي مش حكيمة لأنها هي منفعلة وهتغلط، ومش هنوصل لحاجة. لو قدرت تأجل فعلا ممكن تقول كلام أفضل كتير. خليك دايما مستعد بالغفران، يعني حاول ما تبقاش في غضبك عاوز تثبت الغلط على حد، انت في الآخر عاوز تحب الناس وتعيش في سلام. فتراي always to be ready to forgive، لأن ده اللي يخليك بطيء الغضب، انك حاطط دايما سبيس جواك، خليك زي ربنا، ربنا عاوز يسامحنا، بيستنى مننا كلمة، طب سوري يا رب، سامحني يا رب،
بيستناها. طب انت خليك زي ربنا وفوت وسامح. كمان اعرف نقطة ضعفك لحسن يكون غضبك باطل. يعني ايه؟ ساعات تكون انت الفلوس فارقة معك، فكل مرة بتغضب بتبقى في مشكلة مع الفلوس. او واحد يكون مثلا كرامة عنده عالية شوية، فلو ملقاش احترام كفاية دمه يفور. ما تفهم نفسك، اعرف ايه اللي بيضايقك، لانه الوداعة الكلمة الجميلة اللي اتقالت على المسيح، تعلموا مني لاني وديعة، سموها القديسين اللا غضب او بطء الغضب. يعني الشخص الوديع تعرفه انه controlling himself وبطيء الغضب، والغضب كله ايجابي، فيش غضب سلبي، فيش غضب يؤذي، كل الغضب بتاعه مفيد. الانسان اللي بيعرف يصلي ويهدى ما بيغضبش بالسهل، بيبقى فعلا باله طويل ونفسه طويل وبيكلم صح. رجعكم للايه اللي شغلتنا الصبح، ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر. يعني ما تقلبش الموازين، صح صح والغلط غلط. الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. لانه ربنا بيزعل من قلبة الموازين. فكره انك تطلع الظالم مظلوم دي حاجه تزعل ربنا، تضحك بيها على الناس، لكن عند ربنا لا. انتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم. القديس بولس كرر الكلمه دي كذا مره، قالها في افسس وقالها في كولوسي، مع انه ما كانش عنده عيال من نفسه يعني، بس الظاهر كان شايف كل الاباء والامهات بيغيظوا عيالهم فبيكرر. احنا هنا بنغيظ عيالنا بحاجات كتير، العصبيه كتير بتغيظ، الكومنتس طول الوقت بتغيظ، الانستراكشنز بتغيظ، المقارنه بتغيظ، انك تقول حاجه وتعمل عكسها بتغيظ، البانشمنت الطف قوي بيغيظ، الدنيا السايبه اللي ملهاش شكل بتغيظ، ان كل كلام عن المذاكره يغيظ، الفورسنج العيال طول الوقت على حاجات على مزاج الكبار بيغيظ. احنا الحياه بنفلق العيال يعني، بنغيظهم جامد قوي، وبعدين بنرجع نشكي. هو الحياه العيال هي اللي بتشكي. فانا بقول الكلام للامهات بالذات، ارجوكوا هدوا شويه، العيال ضحايا. كان الان برويس الله ينيح روحه، كنت معاه زمان في مؤتمر في كندا، فكنت قاعد جنبه، كان هو ياخد الاسئله ويقول لي انت قول المحاضره. فجاله سؤال زي كده، استغربت من اجابته قوي، قال للناس ايه؟ بتخلفوهم ليه اساسا؟ بدالها تطلعوا عينيهم. احيانا نجيب العيال ونفضل نوجع فيهم، مع ان دول نعمه من ربنا. كلمة ربهم بتأديب الرب، حط ربنا قدام عينك، ده ربنا باله طويل جدا. ربنا يسكت على مئات الأخطاء، وأنت عارف كده كويس. بتبقى أنت عامل حاجات وحشة كتير قوي، ربنا ساكت خالص. فين لما يتكلم؟ تعرف تعمل كده مع عيالك؟ تعرف تعمل كده مع الناس اللي حواليك؟ تبقى بطيء الغضب، وتبقى خير من الجبار. تبقى وديع. المسيح لو المجد كان كل الناس اللي حواليه مستفزة، بما فيهم التلاميذ أحيانا، بس ما كانش يتنرفز، كان بطيء الغضب. من أسباب الغضب المشهورة اللي بيحب يبقى في الأول، يبدو كان في كاهن، البعض قال ديوتريفوس ده كاهن، والبعض قال خادم كبير. قديس يوحنا كان 95 سنة ساعتها، بيقول ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول لا يقبلنا. الشخص اللي بيحب يبقى في الأول دايما ده شخص متعب وغضوب وبيعمل مشاكل كتيرة في الكنائس. القديس يوحنا قال أنا هجيله وأتكلم معاه، لأنه ده بتوصل أنه يهزر علينا ويتريق. إذا من زمان في الكنائس في نوع من الناس بتبقى متعب، حتى في زمن القديسين الأوائل ما نستغربش، لكن لازم يتاخد معاه موقف. أقول لكم كم تدريب أختم بيهم في حكاية بطيء الغضب. أولا، كل يوم حاسب نفسك 5 دقايق قبل ما تنام، يعني طلع نفسك براك كده وحاكمها، النهاردة عملت إيه مش صح.
الطريقة دي هتصلح في نفسك كتير قوي، في دماغك كده. قيم اليوم من أوله لآخره، كان ممكن تصلي أحسن من كده، كان ممكن تقول كلمة ألطف من كده، أنت نسيت نفسك وتكلمت كلام عن الناس، أنت مش عارف. اللي بيحاسب نفسه بيهذب نفسه، بيكبر مع نفسه، بيتقدم. تاني تدريب، لما تكون متغاظ قوي وهتطلع الكلمة منك، قول عكس اللي أنت عاوز تقوله. أنا خدتها مرة يعني تدريب يعني، فعاوز أقول للناس يا جماعة أنتوا مش منظمين خالص. فقلت لهم أنا معجب بالنظام طبعا، قلت هروح أعترف بعدها. على فكرة بعدها بقوا منظمين جدا. فأنا منعت نفسي أقول الكلمة الغلط وقلت عكسها، لقيت نتيجة كويسة جدا. تصوري تلاقي العيال ما بتذاكرش في البيت وتقول لهم أنا فخورة بيكم أنتوا أشطر عيال. صدقوني الطريقة دي بتنفع، بس جربوها يعني. من التدريب المهمة مع بطء الغضب، لو قلت كلمة جافة لازم تعتذر مع مراتك أو مع أولادك أو مع زمايلك، أي كلمة جافة، لأن الإنجيل نبهنا إنه الكلام يعني يودي جهنم. فطالما طلعت منك كلمة طف رف كده لازم تعتذر، حتى لو معاك حق في زعلك، ستيل مش من حقك تقول كلمة جرح، والاعتذار هيخليك تحاول ما تغلطش تاني. في المواقف اللي فيها حاجات مستفزة صلي في سرك، ما تتكلمش خالص وصلي. لو لقيت مسج يغيظ سيب الموبايل بسرعة، لأنك لو اتعملت هتغلط. فلو لقيت مسج مستفز شوف مسج تانية، لو ما فيش غيرها من فضلك سيب الموبايل. صدقوني اعمل اي حاجة تاني وانسى الموضوع شوية، بعد كده هتعرف تتعامل احسن. احنا في زمن ما اسهل الغضب، لكن الغضب ده بيضيع كل حاجة، بيضيع العلاقات، بيضيع السلام، بيضيع السماء. بينما الوداع المسيح قال تعلموا مني لاني ايه؟ وديع متواضع القلب. والواحد يطلبها في صلاته ويجاهد فيها لإلهنا كل مجد وكرامة الأب. هنعمل اجتماع صلاة صغير في 10 دقايق، وبعد كده تطلعوا للدينر وترجعوا لنا 7:30 تاني. تفضلوا نصلي. اديني قلب جديد مفهوس غير حب ليك، عايز على لسان يرضيك، مستقل السما وليك، عايز على لسان يرضيك، مستقل ليك يا رب انا مستنيك تيجي، هنسى كل الاحزان، هنسى تعب الايام، وافتكر بس يا ربي اني في قلبك متشال، هنسى كل الأحزان، هنسى وافتكر بس يا ربي اني في قلبك متشال. وديني عايز علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايز علشان يرضيك، مشتاق يا رب انا مستنيك تيجي.
تسكن في يا ربي طهر قلبي ودموعي تغسل خليني دايما فاكر عينك دي شايفة يا ربي طهر قلبي ودموعي خليني دايما فاكر عينك دي شايفة واديني قلب جديد مفهوش غير حب لي عايش علشان يرضيك مشتاق لسما وليك عايش علشان يرضيك مشتاق يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن في خليني اعيش على وعدك يا ابن الديني وعينك هتشوف طرقي ثبتني يا رب في حبك خليني قلبك وعينك هتشوف طرقي ثبتني يا رب في حبك واديني عايش علشان يرضيك مشتاق للسما وليك عايش علشان يرضيك مشتاق للسما يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن في كل واحد يقدم اعترافاته قدام ربنا وتقصيراته في انه يكسب ناس لربنا. صاحب الحنان يا ملجأ نفسي أنت فيك الأمان في وسط غربتي أحتاج إليك أحتاج إليك أحتاج منك قوة لترفعني بقوتك بقوتك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيد إني أريد العمق فيك إني أريد
يا صاحب الحنان ها صرختي إلي، إني إليك راجعون راجعون إلي. راجعون لدربك، أنا راجعون لنورك يا صاحب الحنان، أنا راجعون لحضنك. يا صاحب الحنان يا نبع قوتي، أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي، أتوق إليك أتوق إليك أتوق أن تحيا فيا يا مالكي، أنت بروحك أنت بروحك غير بروحك حياتي، واملك أن إرادتي تلمس فؤادي وحواسي، بل وكل دنياتي يا سيدي. غير بروحك حياتي، يا صاحب الحنان ها صرختي إلي، إني راجعون لدربك لنورك يا صاحب الحنان. إلهنا الطيب نشكرك، نشكرك يا رب على رحمتك وعلى طول بالك علينا وعلى سترك وعلى رعايتك. أشكرك يا رب أنك دايما تسمعنا رغم أخطائنا وتسامحنا وتقبلنا. أشكرك لأنك أحلى أب، كل ما نجيلك تستقبلنا وتباركنا وتغطي على عيوبنا وتكبرنا وتصلحنا. علمنا يا رب نبقى بطيء الغضب زيك، علمنا الوداعة منك، علمنا البساطة، علمنا الحكمة، دينا تواضع يا رب يليق بأولادك، دينا قلب واسع زي قلبك، دينا عين حلوة زي عينيك يا رب. سامحنا على الأخطاء اللي ملهاش آخر يا رب، أخطاء الفكر والكلام
غلطنا يا رب في حياتنا بالفعل وبإرادة ومن غير إرادة، وأنت سترت علينا يا رب، سامحتنا، شلت كل الخطايا، دفعت ثمن غالي، ولسه حضنك واسع مفتوح لينا. ساعدنا نرجع لك ونركز معاك، ندخل للعمق، ندوق تاني طعم الحب الإلهي، نعيش ليك يا رب زي ما عشت لينا، ونقدم كل اللي جوانا ليك، أفكارنا وإرادتنا ووقتنا وصحتنا. يا من أعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع، كتبت أسماءنا في سفر الحياة، دعيتنا نقضي معاك حياة أبدية بلا نهاية. قوينا يا رب عشان نخضع لإرادتك ونعمل اللي أنت عاوزه من حياتنا. خلينا نسمع صوتك، رد على تساؤلاتنا يا رب. قوينا على نفسنا، على أجسادنا، على كرامتنا، على مشغولياتنا البطالة. خلي كل ولادك شهود ليك يا رب، خلي نورك يبان فيهم، شيل المكيال من فوق دماغنا، رجع الملح تاني له طعم وله قيمة. العالم ينتظر مننا نشاور عليك ونشد الناس ليك. ارحمنا يا رب من المسؤولية الصعبة. بارك ولادنا، بارك بيوتنا، بارك كنايسنا، حل الأزمات الصعبة. الشباب اللي بعدوا عنك رجعهم لحضنك يا رب. كنا قصرنا في تربية أولادنا أو غلطنا أخطاء ما نعرفش نصلحها، لم ورانا يا رب، صلح اللي خربنا أو خربته الأيام فينا وفي الغالين اللي في حياتنا. ادينا نصيب كلنا نوصل للسماء ونفرح معاك للأبد. باركنا بكل بركة روحية. اذكر يا رب سلام كنيستك وشعبك، خلاصك في كل الشعوب، بارك كل الخدمات، ابطل يا رب الحروب والأوبئة والخطورة اللي في العالم كله. خلي اسمك معروف عند الكل، خلينا يا رب أمناء وحكماء حتى النهاية. اذكر يا رب المتألمين، المدمنين، المديونين، المجربين، المحتاجين، المكتئبين، المتشككين، التائهين في العالم. اذكر يا رب الظالمين والمظلومين، اذكر يا رب اللي ملهمش حد يفتكرهم. كل اللي وصونا نذكرهم أمامك، افتكرهم كل واحد في تعبه ووجعه. اشفي يا رب المرضى، أمراض الصعبة. احفظ شعبك يا رب وأولادك من أجل أمنا العذراء بركة كل قديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تفضلوا يا جماعة على البريك ونتقابل 7:30.